يطيب الحديث عن مدينة نابلس الفلسطينية وجذورها التاريخية تماما كالحديث عن أحد شبانها الموهوبين مجاهد الأغبر، فهو اسم على مسمى جاهد واجتهد ليصبح النجم الاستعراضي الأول الذي يستقطب الآلاف في شوارع وساحات المدينة بمهاراته النادرة في ممارسة اليونيسايكل. لم تظهر هذه الموهبة في بداية الأمر إلا عبر صفحات التواصل الاجتماعي في فلسطين، وربما ظن البعض أن هذه الحركات هي مجرد عرض للسيرك أو للترفيه عن الذات فقط، قبل أن يعرفوا ولو بعضهم أنها رياضة عالمية لكنها غائبة عن فلسطين. هي في الأصل ليست على انتشار عالمي واسع، وهذا ما جعل مجاهد من أوائل محترفي رياضة اليونيسايكل فلسطينيا. بلشت فيها ببلادي عنا بنابلس، وتعرفت على شاب هناك وعلمني كيف اعمل اليونيسايكل. بعدها بلشت اهتم في الرياضة اكثر، ورغم اني كنت اعمل اشياء كثير، تصوير سله او اشياء كثير يعني في الطول، بس لما بلشت الرياضة اخذت اهتمام اكثر من اي رياضه ثانيه. التطور في الممارسه لم ياتي عبر نادي مختص او مدرسه مهتمه، إنما جاء عن طريق الإبداع الذاتي والمشاهدة التلفزيونية، ولا سيما التدريب البيتي أو ربما في الساحات العامة والشوارع. مجاهد ابن 17 عمرا صنع لذاته هوية رياضية ليست عادية، على الأقل محليا. وأكيد بسمع يعني من ناس كثير مثلا تعليقات إيجابية وتعليقات سلبية، مثلا ممكن تسمع شو الهبل هاد، أو روح كبه مثلا، أو روح يشتغل شغلة اشتغل بدل ما تعمل هالرياضة، أو دير بالك توقع وجهك، يعني في أشياء كثير بلاقيها. بس في ناس كثير بحفزوا لقدام، مثلا بقولوا كمل مستواك منيح، اشتغل ترى حالك، مثلا ممكن تنط هاي النطة، تعمل هاي الحركة. في الأصحاب بيشاركون كثير لحظات هذول أو المستواي بلاحظوه. ولمن يتساءل عن اليونيسايكل فهو يتكون من جزئين، العجلة والشوكة. المبدأ يعتمد على تحريك جزء واحد وتثبيت الآخر في كل حركة. العملية ليست سهلة، تحتاج لطاقة وتركيز كبير. مجاهد أخبرنا أيضا إضافة إلى ذلك أن العملية تحتاج إلى تدريب طويل قبل أن تصبح جزءا من العقل أو مهارة عقلية تحقق التوازن المنشود الذي يعتبر أهم قواعد اللعبة. بشكل عام لما تبلش تلعب يونيسايكل بيصير في عندك نوع من مثلا نوع من الذكاء او شيء زي هيك، بتصير تفكر انه مثلا انه انا عملت هاي الحركه وعملت هذيك الحركه، طب ليش ما اجرب اعمل هذول الحركتين مع بعض، او انا ليش مثلا ما اعمل هاي الحركه عن درج، او يعني انا مع التدريب ببلش الواحد يفكر فيها صح. ممكن كمان الفيديوهات في الانترنت، ناس محترفين برا تطلع على الفيديوهات تبعتهم وتعمل زيهم، او تخلق الشيء اللي بدك اياه انت نفسك وتعمله. فهي رياضه يعني بتتعلم الحركات الاساسيه وبعدين تبلش تبدع بشكل عام انت نفسك. رياضة تثير المتعة بين الناس، ومجاهد يرى أنه يخطف الناس من مشاغلهم ليحصلوا على استراحة قليلة من خلال متابعة حركاته وقيادته لليونيسايكل على مرأى العامة. أنا هلأ طالب توجيهي مدرسة صراحية، ماخذ فرع علمي. طبعا بلاقي وقت صعب شوي أنه مثلا أوازن بين الدراسة واليونيسايكل، بس بتخيل المستقبل مع أني مسافر برا، ممكن أكمل، ممكن أحظى وقت أكثر يعني أتدرب، وأكيد راح أكمل على اليونيسايكل وأوصل لمراحل أعلى من اللي أنا فيها هلا. وأكيد راح أنشر اسم فلسطين لما أطلع برا أتعرف على ناس. مع هذه الوقفة في البلدة القديمة من مدينة نابلس يكون قد انتهى وقت هذا العمل التلفزيوني. أما مجاهد فلم ينتهي ما لديه بعد، فالطموح والإبداع لا وقت لهما. حمد بدرني لبرنامج فيتي، قناة الكأس فلسطين.